نتكلم ونقول يعني ياي واخي والناس دي لا احنا احنا كمان ممكن كل الناس ممكن تقع في الغيبه والنميمه ازاي نوقف ده ازاي نعالج ده ازاي زي ما في مجتمعات كلمه صدقيني تكفي بدل الحلفان بالله العظيم نفسي يبقى مجتمعنا كمان ما يحلفش بالله العظيم عمال على بطال وما يختبش عمال على بطال ازاي ده اللي هنتعلمه من دكتور اسامه قبيل من علماء الازهر الشريف ازيك يا دكتور اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين ومقدمه جميله شكراً خليني في البدايه أقول حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم فكره ان احنا عايشين في شهر رجب بتعلمنا ان هي ايام عظيمه الله ساعات غاليه الواحد كده لو يعرف ان في حاجه غاليه في حياته هيمسك فيها بايديه واسنانه فايام وساعات رجب غاليه وفيه هديه من ربنا لينا يقول لنا فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم هو أنا لما مظلمش نفسي في شهر رجب يبقى أنا بدور على مفتاح الجنة مم. مفتاح الجنة؟ أيوة في إيه بقى؟ مفتاح الجنة في حاجتين مهمين جدا واحد طهارة البدن مم. اتنين سلامة اللسان يعني الواحد فينا يبقى عنده فكرة إنه دايما جسمه نظيف وريحته حلوة وبيلبس حتى مش لازم يكون لبس غالي أو براند بس شكله مقبول نظيف, وكويس نظيف ونظيف نضيف ومكوي طاهر ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الفكره الثانيه بقى سلامه اللسان مم. وده ياخدنا بقى كده نروح على ما الحاجتين دول جمعتهم ببعض اقول لك اشمعنا ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خد الصحابه في يوم من الايام بس. وراح يزور المقابر مم. فشاور كده على قبر فيه اتنين وقال مم. انهما يعذبان والعياذ بالله ربنا يكفينا يا رب شر العذاب مم. احنا دايما في رسالتنا هنا من القلب للقلب بنقول دايما الترغيب بس النهارده الموضوع اللي معانا محتاج إن احنا نقول يا جماعة لازم نحذر لازم نخلي بالنا لازم نبعد عن الغيبة والنميمة والبهتان والوقيعة بين الناس علشان سيدنا النبي صلى الله على حضراته وآله أجمعين لما راح المقابر وشاور على قبره مع الصحابة وبيقول لهم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير فالصحابة استعجبوا ليه يا ترى ليه قال اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله والعياذ بالله كان بيقضي حاجته بس ما بينظفش نفسه كويس او ما بيقضيش حاجته بطريقه نظيفه وطهره ده اسمها طهاره البدن دي النقطه الاولى المفتاح الحقيقي لبعد الانسان عن العذاب انه يحاول دائما يكون طاهر ويكون نظيف ومقبل على ربنا بالوضوء الدائم والغسل والنظافه والاقبال على الله بسلامه الجسد وطهارة البدن. الامر الثاني بقى سيدنا النبي قال <applause> واما الاخر الثاني فكان يمشي بين الناس بالغيبه والنميمه مم. ويلا بينا نقول يا جماعه خلي بالكم واحنا في شهر رجب الذنوب بتبقى صعبه علينا لانه شهر من الاشهر الحرم ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب مم. الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم سيدنا النبي في يوم من الايام قاعد مع الصحابه فبيسالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مين احسن الناس فينا مم. فقال لهم افلا اخبركم بخياركم يعني احسن الناس هم مين قال من اذا رؤوا يعني لما نشوفهم كده بعينينا من اذا رؤوا ذكر الله يعني شوف حضرتك انت الله. قلت ايه إحنا كنا راكبين في باص ولا مواصلة ولا عربية، أنا عايز بقى آخد من حديث سيدنا النبي، عزيزي. هو إحنا بجد بنذكر ربنا بس مش على السبح تاني ولا في المصحف؟ ده بينفعني ألون لوحدي، بذكر ربنا إني ألم لساني وأوقفه عن أذية خلق الله، كام واحد النهارده ممكن يكون شال من حد في قلبه أو خاصم حد أو مؤسسة باظت وبقى شكلها وحش وفشلت أو أسرة اتلخبط حالها بسبب القيل والقال واللكلكه والكلام الكتير ونقل الكلام والوقيعه بين الناس والناس اللي هم بنقول عليهم المشعللاتيه مم. في مصطلح كده <applause> اسمه المشعللاتي مم. دايما يحب يشعلل بين الناس يوقع بين الناس يلاقي مثلا الناس تيم واحد وبيشتغلوا والدنيا ناجحه والشركه كويسه وبتطلع قماش وبتجيب فلوس والصوره زي الفل والمنتج تمام يجي ضارب اسفين والعياذ بالله شيطاني ابليسي على فكره انا مش بهول بس ده من الدين اللي بيقوم بالغيبه ايوه أيوة يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا في نقطتين مهمين جدا ده ربنا أ... يعني انا ما مفيش تشبيه صعب في القران الكريم اصعب من ده بصي بقى ده حاجه اغلى من ده واعلى من ده اللي بيوقع بين الناس بالغيبه والنميمه والبهتان والكلام الزائد واللكلكه بيشتغل شغلة الشيطان ازاي بقى؟ اه بقى؟ عشان بيوسوس برافو لا عشان الشيطان احلى حاجة بيعملها ايه؟ ان يوقع بين زوجين ان يوقع بين صاحبين إيه إيه واما ينزغنك من الشيطان نزغ تلاقي وقت الغضب كده انا زعلان من حد او حد زعلان مني يجي يشوفه كده الشيطان يقول لك ايه؟ يا عم يا عم انت لسه هتقعد بقى تقول مش عارف ايه خش عليه اه اضربه على اه 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 عليه اضربه <applause> او سيبك منه خالص اقول لك ايه اعمل له ايه ايه بلوك ايه بقول لك ايه, ايه اللي بصفحته خالص شيله من حياتك ايه لا مش كده يا جماعه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وده يخلينا نروح لحدوته جميله الخليفه الخامس اسمه عمر بن عبد العزيز راح له راجل قال له يا امام انا جاي احكي لك عن فلان وعمل وخلى وسوى زي ما احنا بنعمل النهارده مثلا واحد يروح للمدير سوري يعني بيشتغل عصفوره عمال ياخد بقى الاخبار ويروح للمدير ولا المسؤول يقول له خلي بالك فلان ده عمل وفلان ده خلى وفلانة سوت وفلانة عملت طب انت يا عم انت اصلا خلصت شغلك طب لو ده من مهام الشغل لا من مهام الشغل ما فيش حاجة اسمها من مهام الشغل ان انا انقل الاخبار بتاعه أه زملائي أنا, انا ما شفتش دي بس من في مهام الشغل أنا ان نعمل أنا ريبورت مثلا برافو عليكي آه. اعمل ريبورت على المهنيه على الاداء على الشغل طيب ما فلان لكن نزوخ بدري وفلان رجع متأخر لا ده ده اسمه الوظيفه والعمل انا بتكلم في نقطه ثانيه <مم> يعني ده يجوز ده تمام لا مش يجوز ده ده من واقع العمل ده ده لازم يحسن. لازم ان احنا بنتابع مفيش آه. يعني انه فتنت عليا واخص عليك لا فيش ونت... حاجه اسمها فتنت ونتناديل. مش في رولز <مم> والنهاردة لما المؤسسات والشركات عامله البصمه دي والناس <مم> بتدخل الشغل وتبصم عشان الشغل يبقى ماشي تمام واستريت لو واحد ما جاش مش بياخد جزة مش يحصل له خصم <applause> إن يعني من امن العقوبه اساء الادب دي معروف لكن انا بتكلم على الناس اللي بتستخدم